السلام عليكم أعزائي التلاميذ. في هذا الفيديو غادي نشوفوا الوحدة الثالثة، نقل الخبر الوراثي عبر التوارد الجنسي والقوانين الإحصائية لانتقال الصفات الوراثية. إذا غنبداو بالفصل الأول، نقل الخبر الوراثي عبر التوارد الجنسي، ثم فيما بعد سنرى درس خاص بالقوانين الإحصائية انتقال الصفات الوراثية. إذا كما تعلمون التوارد الجنسي هو يتطلب وجود ذكر وأنثى. مثلا عند الإنسان فالذكر هو الأب والأنثى هي الأم. الذكر سينتج أمشاج ذكرية، هي عبارة عن حيوانات منوية، والأنثى ستنتج أمشاج أنثوية هي البويضات. بعد ذلك يتطلب التوارد الجنسي مرحلة أخرى هي الإخساء. أول مرحلة هي تشكل أمشاج، غادي نسميوها تحدث عن طريق ظاهرة الانقسام الاختزالي ثم الإخساء. تمام، انقسام اختزالي ثم الإخساء. انقسام اختزالي مسؤول عن تشكل أمشاج سواء ذكرية أو أنثوية، والإخساء فهو ناتج عن اندماج أو التحام مشيج ذكري مع مشيج أنثوي، هنا حيوان منوي والبويض، فينتج عن ذلك بيضة. إذا نقول إن بيضة مخصبة تتعرض للانقسام غير مباشر فتعطينا في النهاية ابن أو جنين، سيعطي في النهاية ابن أو إنسان آخر. إذا مرورا من هنا حتى البيضة كتكون الخلية التي تعطينا الأمشاج الذكرية تكون ثنائية الصيغة الصبغية، وتكون الأمشاج أحادية الصيغة الصبغية. بعد التحامها ستعطينا بيضة تكون ثنائية الصيغة الصبغية. وبالتالي فتعاقب كل من ظاهرة انقسام الاختزالي والإخصاب تحافظ على ثبات الصيغة الصبغية المميزة للنوع. مازال غنشوفو تفاصيل أخرى. إذا قلنا التوارد الجنسي، حنا غنشوفو التوارد الجنسي عند الكائنات ثنائية الصيغة الصبغية فقط. إذا كما قلنا أن الذكر داخل الخصيتين توجد خلايا أم للأمشاج، هي اللي غتعطينا خلايا أم للأمشاج الذكري، وداخل المبيض توجد الخلية الأم للأمشاج التي ستعطينا الأمشاج الأنثوية هي البويضة. إذا تتعرض الخلية الأم للأمشاج هي ثنائية الصيغة الصبغية لظاهرة انقسام اختزالي فتعطينا الأمشاج. نفس الشيء يحدث عند الأنثى. إذا تتعرض الخلية الأم للأمشاج الأنثوية لانقسام اختزالي فتعطينا أمشاج أنثوي اللي هو البويضات. وبعد التزاوج تحدث ظاهرة الإخصاب هي الناتجة عن التحام حيوان منوي مع البويضة، يعني الأمشاج الذكرية مع الأمشاج الأنثوية، فتعطينا بيضة مخصبة تكون المرة ثنائية الصيغة الصبغية. وكأن المشيج أو الأمشاج تأتي بالنصف المادة الوراثية يأتي من عند الأب، ونصف المادة الوراثية يأتي من عند الأم، وتلتحم هذه النصفين لتسترجع أن الإخصاب يقوم باسترجاع الصيغة الصبغية. والانقسام الاختزالي لذلك سمي اختزالي لأنه يعني يختزل الصيغة الصبغية كما سنرى فيما بعد. إذا تعاقب كل انقسام اختزالي والإخصاب فهو ضروري لثبات الصيغة الصبغية. كندوزو من دوزان لدوزان، لو كنت قادت الأمشاج فيها دوزان هنا ودوزان هنا غتلاقاو غيعطيونا ربعة أن، وهكذا ستتغير الصيغة الصبغية. لكن في الواقع أن الصيغة الصبغية تبقى ثابتة عند نفس النوع، وذلك بسبب أن الانقسام الاختزالي يختزل الصيغة الصبغية إلى النصف. إذا إذا ذكرت هذا الشكل
هذا الطقس فهو مهم جدا، هو اللي كيتبناو عليه دوك التفسير السبري اللي كنشوفوه في قوانين الاحصائي. يعني كيف ما كتشوف كنا كنديروا الاب او الاهباء كنديروا تحت منهم الامشاج، كان بنفس الطريقه عندنا الاباء هنا ثم نضع في الاسفل تحت النمط الوراثي نضع الامشاج، وبالتالي هذا الطرس هذا فهو مهم، هو اللي كنبنيو عليه التفسير السبري للتزاوجات الخاصة بالقوانين الإحصائية. لذلك وجب التركيز على هذا الدرس هذا وفهمه بعمق. وأن التولد الجنسي يتطلب تعاقب ظاهرتين هي انقسام اختزالي ثم الإخصاب. ظاهرة انقسام اختزالي هي المسؤولة عن إنتاج الأمشاج، هذه الأمشاج تكون أحادية الصيغة الصدرية نرمز لها بالآن انطلاقا من خلية أم للأمشاج ثنائية الصيغة الصدرية. إذا دائما خلية أم للأمشاج تكون ثنائية الصيغة الصدرية وتتعرض لانقسام اختزالي فتعطينا أمشاج أحادية الصيغة الصدرية، يعني تتوفر على نصف عدد الصدريات. تؤدي ظاهرة انقسام اختزالي إلى اختزال الصيغة الصدرية إلى النصف، وتؤدي ظاهرة إخصاء إلى استرجاع الصيغة الصبغية. وتعاقب هاتين الظاهرتين بمعنى الانقسام الاختزالي ثم الإخصاء يؤدي إلى ثبات الصيغة الصبغية المميزة للنوع، شيء مهم جدا. إذا الآن غادي نشوفو ما هي مراحل الانقسام الاختزالي. هنا شنو هي مراحل انقسام اختزالي؟ باش كندوزو من خلية أم للأمشاج إلى أمشاج أحادية الصيغة الصبغية. قلنا أن الخلية الأمشاج ثنائية الصيغة الصبغية تتعرض لانقسام اختزالي فتعطينا أمشاج أحادية الصيغة الصبغية. إذن ما هي المراحل مرورا من خلية الأم للأمشاج إلى الأمشاج سواء عند الذكر أو عند الأنثى؟ إذا شيء آخر وجب التأكيد عليه، قلنا بأن هذا الابن الناتج عن البيضة سيكون يشبه للآباء في بعض الصفات، بمعنى ستكون له صفات أبوية يشبه للأب ديالو وصفات تشبه للأم ديالو، لكن ستكون له صفات جديدة، صفات جديدة خاصة به تميزه هو نفسه عن باقي إخوته. إذا كان مثلا هاد الآباء غادي ينتجوا لينا أبناء أخرين، مثلا غيولدوا أولاد أخرين، ولذلك هنا لدينا جيل الآباء وهنا لدينا جيل الأبناء. إذا هاد جيل ديال الأبناء فهو ناتج من نفس الأبوين، لكن الصفات اللي كاينة عند ابنين أو هاد الجيل ديال الأبناء فهي تختلف عن الصفات اللي كاينة عند آباء، وبعض الصفات تكون مشابهة. إذا السؤال الذي يطرح هو كيف إذا هذا التغير في الصفات أو اختلاف في الصفات كنسميه هنا تنوع وراثي، إذا كيف يؤدي الانقسام الاختزالي إلى هذا التنوع الوراثي؟ هذا السؤال يطرح، علاش أن أبناء نفس الزوجين ليس لهما نفس الصفات، ليس لهما يعني نفس المظهر الخارجي، يعني علاش كيختلفوا فيما بينهم رغم أنهم ينحدرون من نفس الآباء؟ لسبب هو أن هناك ظاهرة أو ظاهرتين تؤدي إلى تخليط الحليلات وتخليط مورثات إلى آخره، غنشوفو هادشي بالتفاصيل. كما قلت إذا عطاونا مثلا 3 أبناء، معمر هاد الأبناء سيكونوا متشابه، يعني معمرهم غيكونوا متشابهين، ضروري غيكونوا مختلفين من حيث الصفات. بعض الصفات ستكون كما قلت مشابهة للآباء، لكن أغلب الصفات ستكون تميز هذا الابن عن هذا وهذا البنت مثلا. والسبب كما قلت هو راجع إلى أن الانقسام الاختزالي يؤدي إلى تخليط الحليلات وتخليط
المورديتات، غادي نشوفوا هادشي بالتفاصيل. لأنه سؤال هنا يطرح، لماذا هاد الأبناء هم متنوعون وراثيا، أو كيف يؤدي الانقسام الاختزالي إلى التنوع الوراثي للأمشاج، وبالتالي تنوع وراثي في البيضات بعد الإخصاب التي ستعطينا تنوع وراثي في الأبناء. إذا قلنا يؤدي التوالد الجنسي إلى التنوع الوراثي للصفات، أو تنوع في الصفات الوراثية. إذا السؤال هو كيف يؤدي الانقسام الاختزالي إلى هذا التنوع الوراثي؟ دونك عن طريق التخليط الدم صبغي والتخليط البيسي. غنشوفوا هاد جوج الظواهر هي المسؤولة عن هذا التنوع الوراثي خلال الانقسام الاختزالي، وهما جوج ظواهر تحدث أيضا خلال الانقسام الاختزالي. إذا مراحل الانقسام، غادي نشوفوا في هذا الفصل أو في هذا الجزء من الفيديو مراحل الانقسام الاختزالي، وغنشوفوا أيضا دور الانقسام الاختزالي في التنوع الوراثي، بمعنى التخليط الدم صبغي والتخليط البي صبغي، ومتى يحدث. إذا التخليط الدم صبغي يحدث في المرحلة التمهيدية الأولى أو الطور التمهيدي الأول، والتخليط البي صبغي يحدث في الطور الانفصالي الأول. وكيف يؤدي الإخصاب في الرفع من التنوع الوراثي، بمعنى كل من الانقسام الاختزالي والإخصاب جوج يساهمون في الرفع من التنوع. الانقسام الاختزالي يؤدي إلى التنوع الوراثي، بينما الإخصاب يزيد أو يرفع يضاعف هذا التنوع الوراثي. غادي نشوفوا كيف كذلك خلال فيديوهات أخرى. نرجعوا الآن مراحل الانقسام الاختزالي. مهم جدا أنك تعرف تميز مراحل الانقسام الاختزالي، وتميز أيضا الاختلاف بين الانقسام الاختزالي والانقسام غير المباشر. إذا قلنا انطلاقا من خلية أمنية الأمشاج تتعرض للانقسام الاختزالي، فنحصل على أمشاج أحادية الصيغة الصبغية، وذلك خلال انقسامين متتاليين. إذا انقسام اختزالي يحدث خلال انقسامين متتاليين، بمعنى أن الانقسام يحدث انقسام أول ثم يتبعه انقسام ثاني. انقسام أول يدعى بالانقسام المنصف، ثم يليه الانقسام التعادل. هذا هو المعنى ديال انقسامين متتاليين. إذا مرورا من خلية الأم للأمشاج ثنائية الصيغة الصبغية وصولا إلى الأمشاج، في النهاية نحصل على أربع خلايا. يعني ممكن نوصل الأمشاج، أي خلية أم للأمشاج تتعرض لانقسام اختزالي فهي ستعطينا في النهاية أربع خلايا أحادية الصيغة الصبغية. الأمشاج فهي عبارة عن خلايا. إذا قلت بأن الانقسام الاختزالي يمر عبر انقسامين، الانقسام الأول اللي هو الانقسام المنصف، والانقسام الثاني هو انقسام التعادل. إذا الخلية الأم تتعرض للانقسام الأول منصف، فتعطينا خليتين، وهذه الخليتين تتعرض كل واحدة منها، كل واحدة منهما يعني من هذه الخلية تتعرض للانقسام الثاني اللي هو انقسام التعادلي، فتعطينا أو نحصل في النهاية على أربع خلايا، بحيث أن كل انقسام سواء انقسام أول أو انقسام ثاني يمر من أربعة أطوار. انقسام منصف يمر من اللي هو انقسام الأول، يمر من الطور التمهيدي والطور الاستوائي والطور الانفصالي ثم الطور النهائي، مشابهة يعني الأطوار بحالها بحال انقسام غير المباشر. لكن الاختلاف هو هنا، بما أن هذا انقسام أول كنضيفو الطور التمهيدي الأول باش كنميزو على أو انقسام تعادلي الثاني اللي هو في أربعة مراحل مشابهة، لكن كنضيفو الثاني هذه الأرقام
رقم روماني يعني الثاني للتمييز بين الدور التمهيدي الثاني اللي يحصل في انقسام تعادلي والدور التمهيدي الأول الذي يحصل في انقسام المنصف. وكل هذه الأطوار بين كل طور له مميزات خاصة. إذا قلت أن انقسام منصف يمر خلال 4 أطوار والانقسام التعادلي أيضا يمر خلال 4 أطوار، وبالتالي انقسام اختزالي ككل فهو يمر عبر 8 أطوار، 8 أطوار من مرورا من الخلية الأم للأمشاج إلى حصول على 4 خلايا أحادية الصيغة الصبغية. الآن لبغينا نمثلوها على شكل خلايا باش تفهموا أكثر، إذا ننطلق دائما من خلية أم للأمشاج ثنائية الصيغة الصبغية، تتعرض للانقسام الأول هو في 4 أطوار، فنحصل على خليتين أحادية الصيغة الصبغية، يعني كيف ما كتشوف الصيغة الصبغية كنرمز لها غير بـ N، دونك غنشوفوا علاش بالتفاصيل. ثم كل خلية من هذه ستتعرض للانقسام الثاني فنحصل على 4 خلايا أيضا أحادية الصيغة الصبغية. ستكون هذه الخلية بطبيعة الحال مختلفة عن الخلية الأم للأمشاج نظرا لحدوث التخليط الديب صبغي والتخليط البي صبغي. كما قلت كل خلية كنحصل عليها بقسم، كنحصل على جوج ديال الخلايا أحادية الصيغة الصبغية أثناء حدوث القسم الأول، وكل خلية من هذه ستتعرض للانقسام الثاني بما ستنقسم أيضا وتعطينا خليتين، هذه غتعطي خليتين أحادية الصيغة الصبغية، وهذه أيضا خلية بما مجموعه 4 خلايا في نهاية الانقسام الاختزالي. الآن غادي نشوفوا من جد تلك القضية ديال ثنائية الصيغة الصبغية وأحادية الصيغة الصبغية. إذا اللي كتشوفوا معايا هنا هو خريطة صبغية لخلية أم للأمشاج عند الذكر عند الرجل، وهنا لدينا خريطة صبغية لخلية أم للأمشاج عند المرأة. إذا إلا جينا نشوفوهم ثم نقارنوهم اش كيبانو لنا هادو، شنو هما الخريطة الصبغية؟ أولا كتعريف شنو هي، اش كتمثل هاد الخريطة الصبغية؟ هاد الخريطة الصبغية هي عبارة عن تمثيل لأزواج الصبغيات، معناها هنا كتشوف هذا زوج من الصبغيات، معناها كل صبغي له صبغي مماثل، لكن هذه الصبغيات فهي مرتبة حسب طولها وتموضع الجزيء المركزي وتعاقب الأشرطة فاتحة قاتمة اللي كتكون على مستوى الصبغية. إذا الخريطة الصبغية تمثيل للأزواج على شكل أزواج، إذا كان عندي الزوج 1، 2، 3، 4 إلى آخره، حتى الزوج 22، ثم لدينا هذا الزوج اللي هو 23، أوكي؟ إذا هذا صبغي، إذا الصبغة رقم 1 هو الأطول، الصبغة رقم 22 هو أقصر صبغي من حيث الحجم، ثم كيبقاو عندنا هادو مختلفين. إذا قمنا بمقارنة هاد الخريطتين الصبغيتين، ماذا سنلاحظ؟ إذا كنلاحظوا لحسبنا عدد الصبغيات كلهم كنلقاو، وكنحسبو ما نحسبوش كل زوج، ما نحسبو كل واحد، 1، 2، 3، يعني بما أنه ممثل الأزواج عندي 23 زوج، 23 زوج إذا ضربناها في جوج 23 غتعطينا 46 صبغي. إذا داخل خلية أم للأمشاج، داخل خلية أم للأمشاج عند الرجل أو عند المرأة نجد 46 صبغي، إذا حسبناها 1، 2، 3، 4 بلا ما نشوفو الأزواج غادي نلقاو 46 صبغي. وبما أن كل صبغي له صبغي مماثل، هاد الأزواج هذا كل واحد ممثل بالأزواج، كنكتبو دو زار، يعني كل صبغي له صبغي مماثل، أي أن الصبغيات ممثلة بالأزواج، لذلك فالإنسان يعد من الكائنات ثنائية الصيغة الصبغية، يعني الصبغيات ممثلة بالأزواج، وبالتالي كنكتبو الصيغة هكذا، جوج أن كتعني أن الصبغيات متماثلة بالأزواج. لو كانت عندها 3 متماثلة بـ3 غنكتبو هنا 3 أن، تسمى ثلاثية الصيغة الصبغية ورباعية وخماسية إلى آخره، حنا غادي نبقاو فقط في الكائنات ثنائية الصيغة الصبغية هي اللي عندنا
وهي اللي غادي تشوفهم، ما كاينش اكثر. اذا غادي خاصك تعرف اشنا هي الاحاديه واشنا هي الثنائيه وكيفاش تقدر تميز بيناتهم فقط. اذا هنا عندي صيغه ثنائيه، لماذا؟ لانك كتشوف كل صبغي له صبغي مماثل. اذا خاصك تكتب دوزان وكتحسب عدد الصبغيات كلها وكتعطيني الرقم، هكذا لتحديد ما يسمى بالصيغه الصبغيه، انطلاقا من طبيعه الحال من الخريطه الصبغيه. إذا دققنا أكثر غادي يبان لنا واحد الاختلاف. إذا لاحظنا بأن هذه الأزواج كلها متشابهة سواء عند الرجل أو عند المرأة. إذا لاحظنا شوف هذه الأزواج فهي متشابهة رقم واحد من حيث الطول، من حيث كل شيء، هنا متماثلة، ولذلك هذو كتسميهم حنا الصبغيات لا جنسية. ونرمز لهم ب أ من حرف أول للكلمة الفرنسية اللي كتعني أوتوزومال، أنا جنسي أو سيبغي لا جنسي، اللي كتعني سيبغيات لا جنسية أوتوزومال. بينما هادو اللي كيبقاو هما سيبغيات مختلفة، كيف ما تلاحظوا هنا عند الذكر عندنا إكس إيكغراك اللي هما سيبغيين مختلفين، وعند الأنثى إكس إكس اللي هما سيبغيين متشابهين. وبالتالي هادو كنسميو حنا صبغيات جنسية مرموز لهم بإكس أو إيكغراك مثلا عند الذكر، أو إكس إكس عند الأنثى. لماذا سمي صبغيات جنسية؟ لأنها تميز الجنس، كنلقاو إكس إيكغراك عند الذكر و إكس إكس عند الأنثى. إذا قلنا لا بغينا نديرو الصيغة الصبغية هي عامة، نسميو الصيغة الصبغية عامة هي دوزان تساوي 46 سواء عند الذكر أو عند الأنثى، يعني الإنسان كامل كيف ما كان نوعه سواء ذكر أو أنثى. الصيغة الصبغية الخاصة به هي دوزان تساوي 46 صبغي. إذا حسبنا عدد الصبغيات في الخريطة الصبغية أي خلية جسدية سواء عند الذكر أو عند الأنثى غنوجدو 46 صبغي. إلا بغينا ندقو ونمشيو بما يسمى بالصيغة الصبغية المفصلة، الصيغة الصبغية المفصلة كنفرق فيها الصبغيات لا جنسية عن الصبغيات الجنسية، وكندير يعني 46 مقسمة إلى ماذا؟ 46 صبغي مقسمة إلى ماذا؟ إلى 22 زوج لا جنسي وزوج واحد جنسي. إذا هاي فين كاتب أسفل، إذا 22 AA بمعنى كل صبغي فيمثل آن، هذا صبغي لا جنسي وهذا صبغي لا جنسي، شحال كاين من واحد؟ كاين 22 AA، يعني 22 صبغي لا جنسي، زائد عند الذكر إكس إيكغراك اللي هي صبغيات جنسية. بينما عند الأنثى أش كنلقى؟ شيء آخر ممكن أن الصيغة الصبغية نكتبوها تاني على هذا الشكل. لما ندير AA كندير غير A وحدة، ولكن كنضرب في جوج كتولي 44 A، كأنني كنحسب شحال كاينه من A هذا A هذا A وهكذا. إذا ما كاينش، ما نكتبش 22 AA، نكتب 44 A. إذا هذه هي طريقة أخرى لكتابة الصيغة الصبغية المفصلة. نفس الشيء عند الأنثى، حتى هي عندها 44 A أو 22 AA زائد هاد المرة إكس إكس ماشي إكس إيكغراك، وبالتالي كيما كتشوفو الصيغة المفصلة فهي تختلف من عند الذكر وعند الأنثى بالنسبة للخلايا الأم للأمشاج أو الخلايا الجسدية، لأن يعني دائما تكون ثنائية الصيغة الصبغية. الآن غادي نشوفو نقارنو ما بين خلية أم للأمشاج وما بين خريطة صبغية، دونك هذه خريطة صبغية لخلية أم للأمشاج، وخرائط أو جوج ديال الخرائط الصبغية للأمشاج عند الرجل ديال الأمشاج. نقارنوا الخريطة الصبغية ديال الأمشاج والخلية الأم للأمشاج ونشوفوا الاختلاف. إذا كما ذكرنا سابقا بأن الصيغة الصبغية عن الخلية الأم للأمشاج تكون ثنائية الصيغة الصبغية وفيها 46 صبغي. إلا بغينا نفصلوها كما قلنا هي دوزان تساوي 22 AA زائد XY عند الذكر أو XX عند الأنثى. هذه هي الأمشاج اللي كيعطينا الرجل، كيف ما كتلاحظوا فهو ينتج
نوعين من الأمشاش. لا بغينا نقارنو اش كيبان لي؟ إذا كيبان لنا بأن هذا الجزء اللي هو بالأحمر فهو متشابه عند المشيجين بجوج، لكن كيف ما كنلاحظوا أن الصبغيات ما بقاتش ممثلة بالأزواج، أصبحت صبغيات ممثلة أو منفردة ممثلة بصبغي واحد، ولذلك ما بقاتش عندي صيغة صبغية ثنائية وأصبحت أحادية. داكشي علاش كندير ان عوض دوزان، مابقيتش كندير دوزان لأن الصبغيات هنا غير ممثلة بالأزواج وإنما صبغيات منفردة. إذا إذا بغيت نحسب داخل كل مشيج، يعني داخل كل خلية هي عبارة عن مشيج، أش كنلقى الصبغيات غير 23، لو بغيت تحسبها 1 2 3 غادي 22، وهذا الصبغي اللي هو الصبغي الجنسي هو الرقم 23، إذا ان تساوي 23، هكذا نكتب الصيغة العامة. لكن في الصيغة المفصلة كما قلت هناك اختلافين بين الأمشاج عند الذكر، أنه ينتج عنده إكس إيكغراك، وبالتالي ينتج نوعين من الأمشاج، أمشاج تحمل للصبغي الجنسي إيكغراك وأمشاج تحمل للصبغي الجنسي إكس. وبالتالي نكتب الصيغة الصبغية الخاصة بهذه الخريطة هذه على الشكل التالي: ان تساوي 22 أ، يعني 22 صبغي لا جنسي زائد صبغي جنسي واحد اللي هو إيكغراك هنا. في هذه الخريطة نكتب ان تساوي 22 أ زائد إكس، وبالتالي الذكر ينتج نوعين من الأمشاج، بينما الأنثى مع عندها إكس إكس وتنتج نوع واحد فقط من الأمشاج. كما تلاحظون أن هذه الصبغيات كأنها يعني قسمت إلى نصفين، يعني مشيج شافي صبغي الجنسي إيكغراك وأمشاج تحمل صبغي الجنسي إكس فقط، ما عمرنا غنلقاو مشيج فيه إكس وإيكغراك في نفس الوقت، ولذلك فالذكر يحدد الجنس، هو المسؤول عن تحديد الجنس. يعني إذا التقى إيكغراك المشيج الحامل للصبغي إيكغراك الخاص بالذكر مع المشيج اللي كيحمل دائما نوع واحد في غير إكس عند الأنثى غيعطيني ذكر، إيكغراك مع إكس غيعطيني أو إكس إيكغراك غيعطيني ذكر، أما إكس اللي عندها الذكر مع إكس اللي غيجي من الأنثى غيعطيني أنثى، وهكذا يحدد الذكر عملية الجنس. إذا القضية ديال كيفاش ندوزو من ثنائية الصيغة الصبغية إلى أحادية هو عملية اختزال أو انفصال للصبغيات المتماثلة، يعني كأن هاد الصبغيات اللي هي على شكل أزواج تنقسم أو تنفصل باش كتعطينا أمشاج فيها غير نصف ديال الصبغيات، واضح؟ دونك هذه هي عملية انقسام الاختزالي. باش توضح لكم الصورة ممكن نكتبوا دوزان تساوي 46 في الخلية الأم للأمشاج، وان تساوي فقط نصف عدد الصبغيات 23، ان تساوي 23 في الأمشاج سواء عند الذكر أو عند الأنثى، دائما هذا الأمر يحصل في خلال الانقسام الاختزالي. إذا كانت دوزان تساوي 4 خاص تلقى هنا ان تساوي 2 نصف عدد الصبغي، دوزان تساوي 6 خاص تلقى ان تساوي 3 وهكذا.